مشى وفتحوا الاندلس وعملوا بلا مخلط اسمه البايلا جاي من العرب البقايا وعمل الخليط مزينه راهو خلطه نيدا تونس الباهي فيها الخلطه هذه أما الخلطه هذه وين الزين اللي فيها اخي بورقيبه ما عملش خلطه اعطيني نيدا تونس عندنا في بورقيبه اعطيني نيدا تونس نيدا تونس اللي كان يحكي عليه الراجل نيدا تونس ولا قراءة هزلية نيدا تونس هيك الخلطة هذيك العجيبة اللي هو اللي سميته وأنا المشروع الوطني طيب. اللي يلم الناس الوطن معناها الخط الوطني التقليدي خط الدولة الوطنية اللي بنوه تساترة وبنوه اليساريين وبنوه النقابيين اخي اخي اي النقابيين اخي مش كتله وطنيه الكتله التاريخيه اللي سمعنا كنت تاريخ ممكن خلينا ندخل معك على شوي خاطر انت الوحيد اللي لان نيدا تونس لا هالخلطه هذه نيدا تونس مش حزب ايدولوجي سي بان بارتي ايدولوجي والخلطه عاديه جدا طيب. والصراعات في عاديه جدا وتنقل لك الصراعات في بعض الاحزاب اكثر من نيدا تونس جوستومون خلينا نجي للصراع ونعمل على صراحتك خاطر تعرفني صريح النيدائيين مش الكلهم صراحه على الاقل نستغل صراحة ناجي جلول شنو هي العركة اللي بين حافظ ويوسف من الاخر على شنو يتعاركوا هي فما عركة فما اعلنوها صراحة الزوز رسميا خرج يوسف في الشاهد واعلنها لان لان مالوروزمون هنا نرجع للحكايه نتاعنا الاحزاب تبنى على المشاريع السياسيه لا تبنى على الاشخاص اخي ثم فرع عركه فكريه ما بين حافظ ويوسف الشاهد ما انت مين نفس الحزبهم ويوسف الشاهد يبقى في الاخر المطاف على شنو متعاركين لان متعاركين لان داخل نيدا تونس ثم ازمه حوكمه ثم ازمه مؤسسات ثم نظام سياسي هجين معناها الرجل الاول في الحزب المعين رئيس الحكومه اللي هو ينتمي للحزب توريك ما يكونش عندهم خلافات علاه ثم خلافات لان اليوم ثم ان بروبليم داديان شنو هو نيدا تونس حاليا ما هو نيدا تونس شنو هو مشروع الفكري وشنو انتماء الفكري اسك اليوم سي نورمال نيدا تونس الا قال احنا الجيل الخامس الحركه الوطنيه يعني الدوله الوسطيه الاجتماعيه اليوم طبق لوس نهار فيها هذا عادي اليوم المشروع نيدا تونس الدوله الوطنيه تبنى على الصحه والتعليم وتعرف مشاكل التعليم مش لازم نرجع لهم ما نحبش نرجع لهم والصحه اليوم تمشي للسبيطارات تلقاش دواء اليوم التونسي عنده مال وين المشروع الوطني اليوم فما مشكله لان اليوم الحكومه نتاعنا اذا ما ترجع الى فكر نداء وترجع للنداء وترجع المشعور الوطني ده بالرغم من النداء وكل شقوق اما ترجع لفكره النداء والنداء مش اشخاص وثما والعركه هذه اللي موجوده على نداء تونس راهو نداء تونس لا يملكوا لا يوسف الشاهد ولا حافظ قايد السبسي ولا نادي جلول ولا حد نداء تونس يملكوا القواعد نتاعو يملكوه الناس 2012 واجهت ربيعة الثوره والناس اللي دافت على المشروع المجتمع التونسي والناس اللي ضحات والناس اللي وقفت والناس اللي حلمت اور اليوم قاعدين نغتالوا في الحلم الناس هذا طيب. اليوم نداء تونس بالازمه هذه قاعدين نغتالوا في حلم قواعدنا وحكم مناضلينا الي طان طيب خلينا نزيد نمشي معك الي طان دي سيفلي لاريك خلينا نمشي معك بصراحه وبالحق مش مش من الناس اللي نجم نقف في الاسئله معاهم ولا يحطوا الحدود ولا خطوط حمراء ناجي جلول على الاقل جزء يوسف الشاهد وحكومته يقولوا انه العركه عركه فساد بالاساس يوسف يحب يحارب الفساد حافظ موقفه لانه يعلم انه هناك داخل نداء تونس فساد عليه حافظ عنده وزاره الداخليه عنده داخل المؤسسه الاقتصاديه لا هذا اللي يتقال انا شوف انا لاني من انصار حافظ ولا من انصار يوسف الشاهد طيب. فهمت ودير معناها فهمت انا موجود في الحزب مقبلهم ممكن محافظ لا حافظ اللي قبل فهمت معناها شوف وقلت لك انا الحزب هذا عمر ما اعتبره ملكي مش ملكي انا مناضل في نيدا تونس وهاك تشوف انا لا نجتمع في الهيئه السياسيه برا موضوع الهيئه السياسيه عندي عام ما اجتمعتش معاهم لا موجود في نشاطاتهم تقريبا في معزل نشاطات جبت روحك جمله جبت روحي لان انا ما نحبش العرك ما نحبش عرك الحوم انا حياتي الكل نحب في المعارك الفكريه مع تحديث والمعارك محاربه السياسية. الفساد غنيه غالطه وشوف محاربه الفساد احنا معاه اما بربي شوف محاربة الفساد ما تكونش بالزورو وسيرجيو غارسيا اش معناه؟ ما تكونش بزورو اش معناه؟ تكون بتغيير القوانين اليوم شوف اليوم اش معناه بزورو؟ لا ما تكونش معناها لا محاربة الفساد لا محاربة الفساد اش معناها؟
اليوم الفساد راه موجود مش في الاقتصاد الموازي برك، موجود في الاقتصاد الرسمي. اليوم لي زابيل دوفر مش واضحه، بدل زابيل دوفر، بدل قوانين. اليوم انا مش اللي يجي ياخذ كريدي بونكير، بدل قوانين، بدل القوانين وصلح القوانين اللي باش تحاربك على الفساد، نهار تنحي بدل القوانين باهي داكورد. اليوم انت حطيت فاسد في الحبس ومش تلقى 10 فساد اخرين بالقانون يسرقوا، يبدل القوانين. محاربه الفساد منظومه قانونيه ومنظومه ماليه ومنظومه اخلاقيه، بدل القوانين، غير القوانين. ما تخافش انه ناجي جلول يقولوا محسوب على حافظ لانه يوسف نحاه، على خاطر المنطقة اللي تحكي فيه انه الحكومة الحالية. يوسف شاهد نحاني من الوزارة حسب معلمي، ما نحانيش يوسف شاهد، مش صحيح. صار خلاف عميق بين الاتحاد وبعض النقابات بالمنطق، باش ما تقعدش الدولة كما تو في عركة، يخرج الجلول ومشى لبلاصة أخرى. إيه سامحني، لا سامحني، أنا كي خرجت لا خرجوني، أش بيه أبري تو. أنا لا أنا كي خرجت من إدارة تونس، خرجت من وزارة التربية، عملت اعتصامة وقلت ما نخرجش، خرجت ومشيت نخدم بالدولة بلا غير. وكان خرجوني من المعهد الموجود في الدولة، تو نخدم الدولة ما أي منطقة. أنا شوفان كوميد ليتا، أنا موظف جو ترافاي الدولة وين نجم نقعد، وراه الدول اسمها تداول وتلك دول معناها فهمت تداول. بركو معناها بركو تشبث المرضي بحاجة. أنا لاني من شق يوسف ويعرفوني من منظمة تونس، ولاني من شق حاف، ولاني من شق حتى شق. أنا من شق بالنداء. من الشق تدعوه إلى الاستقالة الآن حتى تمنع تونس من هالعركة؟ حتى حد اليوم يلزم الحزب يعمل مؤتمر، مؤتمر ديمقراطي مش مؤتمر نتاع تكمبيل. وكان الحزب اختار نيمورو 1 يوسف الشاهد تونجو كله معاه، كان اختار حافظ القايد السبت تونجو كله معاه، كان اختار شيخ صار تونجو كله معاه. داكشي انت ترشح روحك؟ قلت لك اللي يختاروا الحزب اللي قيادته مرحبا. سي ما ديريكت ما نسال فيك باش ترشح روحك ولا مقابل الزويز هذو، وعليه هو يلزم يكون رئيس الحزب ورجل نافذ في الحزب. نسال فيك. شوف انا مش توجد في المؤتمر لان موجود في ليدا تونس، والمؤتمر يختار. اما اليوم فما ضروره باش ليدا تونس يعمل مؤتمر بتاعه يزينا كما قال واحد نار كل ينحق. وراو البهيم حيوان، قريت جون فونتين لابليسور لونان، الحيوان الاكثر حيوان يخدم البشر. شوريك ساعات المظلوم اكبر حيوان يخدم البشريه. شوف المسكين فهمت، ديما المظلوم. ديما مظلوم يدك علاش معناتها هو في انتظار المظلومين. ما ثماش حلول، ثم هالتيار الوطني، سميه التيار الوطني الا يجمع التوانسه واغلبيه التوانسه. وينه؟ فهمت؟ يلزموا يتلموا، اذا الناس تلم بعضها والناس تنقص من الاناء والناس الكل معناها انا هو زعيم كل واحد ونقصوا شويه. عنده برشا حديث، معناتها عنده برشا سنين. فما حاجتين، شوف انا محسن تكون معناها نيمورو 1 في شركة رابحة وفهمت، ولا نمرو 50 في شركة رابحة والنمرو في شركة خاسرة. اي هو المثال يقول لك نجم تكون جندي في جيش رابح على انك قايد في جيش خاسر. والجيوش مثل الفلول عمرها تربح. هنعطيك حاجة اسباب ضعف الجيش الحفصي، ما تعرف كان عندي جيش حفصي ديما ضعيف الجيش الحفصي، لان القبائل اللي تكونوا ساعات فصل المعركة تبدل ولاءاتها. احنا قريب نولي الجيش الحفصي قريب، لان ما ثماش مشروع سياسي واحد الناس، ما ثماش انضباط، ما ثم فما نسازة وفما ناس تخرج تسمى الحزب وفما ناس تخرج الحزب وترجع له. وفي الوقت ماتر دو لورد دون سو بارتي. الكتاب هذا اللي جبته كادو شكرا ليك، 11 العائدون من بوار التوتر في السجون التونسية، دراسة أولية. أبرز ما فيه على الأقل، أبرز ما فيه هو 82 هذم في الأخر كيفاش تونسي عادي تربى في دولة حداثية وديمقراطية اليوم يتحول إلى مجرم وإلى قاتل وإلى عدو. أي تحقيق، وشفنا الأسباب الاجتماعية وحبينا ما حبينا زادا سمعناهم. جبنا علماء نفس، علماء اجتماع، قضاة، أمنيين، سمعناهم الناس هادم. وفي الأخر لأن اللي يهمنا في الأخر احنا بالدراسة هذه حبينا نفهم كيش التونسي العادي يتحول الى ارهابي، الى قاتل، يتحول الى ديمون، يتحول الى وحش. وللاسف الشديد الاسباب معناها برشا حباب نجموا نتجاوزوها
وهو إعادة زرع الأمل لدى الشباب، زرع الأمل الشباب، نسمع الشباب، نحلوا له مشاكل العقلية والعركة اللي تشوف فيه في مجلس السياسة راه ما يهموش. عن أنكيت الشباب التونسي ما يهموش. سؤال أخير وأعطيني كلمة الختام، ما الذي يطبخ لتونس الآن؟ إن شاء الله حاجة باهية. شوف إن شاء الله حاجة باهية، هذا متفاهمين، ما أنت تعلم ما الذي يطبخ. شوف البلاد هذه بربي يقولوا أنا ساعات يلوموا علي نرجع للتاريخ الله غالب. أستاذ التاريخ بالأساس. أسمع شوف أغلب الدول، أغلب الدول في العالم كيفاش تكونت؟ جات ناس غزاة بسلاح وكون الدولة. احنا جاوا التجار من تير معاهم امرأة، قاوا البربر هنا تفاهموا معاهم، جماعة تقعد تجار جماعة تقعد فلاح وعملوا دولة. البلاد هذه اللي يعجبك فيها وين توصل الأزمات ما توصلش لا للدم ولا توصل لا للاقتتال، وديما التوانسة اون لو بون سانس، لأن التوانسة الشعوب تاع العالم الكل، واحد يقول لك شكرا، واحد يقول لك ميرسي، واحد يقول لك تانكيو، واحد يقول تانكشن، التونسي يقول لك عايشك. هذا الشعب يحب الحيوات ويموت على الحياة، هو الشعب يحب الحياة ويحب الحياة بربي، ما تنقصوش على حياته وخلوه يعيش، لأن هذا الشعب يحب الحياة. واضح الشعب يحب الكيكي، يحب الحياة بابا، يحب الحياة. جربتها؟ لا لا ما كبرت عليهم. ريت السيسي يفدلك بالكيكي. السيسي شاب معناها مقتبل العمر، وانا فهمت شو بديت نكبر انا. لا مقارنة بعمر رئيس الجمهورية تسمى ما زلت شباب. ربي يطول في عمره، ربي يطول في عمره، ربي يعطيك الوقت الطيب. شوف وبربي احنا حكينا على السيادة، حكينا على السيادة، خنوا فيه وبيه. رمز السيادة هي الدولة، واعلى هرم دولة هو رئيس الجمهورية، والناس اللي في الصحافة تتلف الجمهورية وتشوه فيه تجب تنقض. كي تجبد عمره معناتها لا 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 تفهم حملة تشويه. شوف انقضوا سياسته وقولوا واحد، وانا ربما اكثر واحد كان ينقضوا معناها كنا في الحزب. اما احترموا هذا الرجل، احترموا مكانته، احترموا رمزيته. لا ما انك تذكر العمر نتاعو راه واحد سبوار، واحترم عمره سي. اي اما عمره اليوم ينجم يعطيك سبوار، معناتها انت كي تبدا عمرك في الخمسين ولا في الستين وتشوف رئيس دوله في الاش وتسعين مازال ينشط ومازال ناوي يكون موجود في الرئاسه، هذا يعطي امل. فما سياسي كبير في اوروبا يظل وينسون تشرشل يقول طنق الواحد يتنفس يمارس السياسه. واضح سانا با داج لابوليتيك. باهي بدات الناس تعلن في نوايا الترشح لرئاسه الجمهوريه ناجي جلول. دار بعينهم انا بور المومون ما عندي حتى ترشح، حتى نوايا، حتى شيء. واضح شكرا.